لابد أن نقول إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض الإسلام، وإن إسبانيا الأندلس أرض إسلام، وإن البقاع الإسلامية التي احتلها الأعداء يوما ستعود إسلامية، بل وإننا سنصل إلى ما بعد هذه الدول التي ضاعت في زمن ما، ونبشرهم بأننا على موعد أن نفتح روما كما فتحت القسطنطينية وكما ستفتح ثانية إن شاء الله. إننا على موعد أن نحكم العالم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إننا على موعد مع جبهة أوسع وأعرض وأقوى. وإذا كانت البدايات في فلسطين، والبدايات في العراق، والبدايات في أفغانستان، والبدايات في الشيشان، فإن الأمر إذ بدأ سيكتمل ولن يتوقف. اكتمل الكيان الصهيوني سيبدأ بالتناقص حتى يتلاشى وينتهي. وكذلك أمريكا اعتلت وأرعدت وأزبدت وقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكنها ستنتهي، وبدأوا يدركون هذه النهايات قريبا. وإننا بتنا نسمع من صحف أمريكا وأوروبا أن مجدنا آفل ولا محالة. وفي صبيحة هذا اليوم من خلال الجزيرة علماء أمريكان ومنظرون استراتيجيون قالوا إن أمريكا ستنتهي عما قريب، ولقد قالوها من قبل عن الاتحاد السوفيتي وانتهى، ونقولها الآن ستنتهي أمريكا وأوروبا المتحدة، ولن يبقى إلا قوة الإسلام المتصاعدة.